مرحب بحضراتكم مره ثانيه. يمكن من خلال التقرير اللي احنا شفناه امامنا يعني اكيد المشجعين التوانسه او اللي بيشجعوا الترجي التونسي اكيد هم متفائلين وعندهم كمان حب لفريقهم. احنا من خلالنا هنا طبعا قناتنا وقناه النادي الاهلي وجمهورنا اللي كان موجود في استاد التيتش واللي موجود كمان في تونس طبعا بيأزر بشكل كبير فريقنا. ان شاء الله كلنا تفاؤل وحب لفريقنا وان شاء الله تبقى مباراه جيده. يعني اكيد ما زال كلامنا مستمر عن المباراه ويعني كلنا تفاؤل واكيد نجومنا اللي يعني هقدمهم دلوقتي نجوم كبار كانوا مروا بمواقف صعبه وتوقعاتهم للمباراه هتكون عامله ازاي، خصوصا ان احنا عندنا جيل كويس. يعني بامانه احنا عندنا مجموعه من اللاعبين 30 لعيب ولا يعني بما فيهم طبعا المجموعه اللي اتضافت بشكل كبير، عندنا كل واحد زي التاني ما شاء الله. تحط ده هتلاقيه بيأدي، هتحط ده هتلاقيه بيأدي، يعني كلهم ما شاء الله مجموعه من اللاعبين المميزين. عشان كده اسمه النادي الاهلي بتاريخه الطويل دايما ال 30 لعيب الموجودين داخل القائمه على اعلى مستوى. برحب طبعا بنجم من نجوم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن شريف عبد المنعم. برحب بك يا كابتن شريف. كابتن فاروق اهلا بيك. اهلا بيك. اول مره كابتن تبقى معايا الصراحه. لا تاني ثالث مره في البدايه خالص اول ما طلعنا. انا دايما معاك هنا وهناك حبيبي يا كابتن. تمتعنا الصراحه في الملعب هناك. الله يخليك. آه نجم كبير حتى لغايه دلوقتي يا كابتن. المهاره كل سن وليه احكامه بقى. لا ازاي. ناقش شريف عبد المنعم طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي. ايضا كابتن جمال السيد واحد من اللاعبين المميزين في خط الدفاع ويعني واحد من الشخصيات المحترمه والمهذبه والمؤدبه بشكل كبير. كابتن جمال برحب بيك. كابتن جمال اهلا بيك كابتن فاروق واهلا بالساده المشاهدين. وسعيد جدا طبعا ان انا مع حضرتك مع كابتن شريف عبد المنعم. انا اسعد والله. انت سعد فعلا يعني كابتن شريف طبعا خدمته النادي الاهلي كل واحد في جيل، ولكن طبعا في الاول وفي الاخر احنا بنجتمع كلنا في حب هذا الكيان في يعني مؤازره فريقنا طبعا بشكل كبير في مباراه الغد. المباراه الصعبه كابتن شريف تشوفها ازاي؟ يعني اولا يعني انا مش عايز اكلمك عن المباراه السابقه خلاص احنا طوينا صفحتها، ولكن دايما انت بتاخد من الاخطاء وبتبتدي تبتعد عنها، وده كلام كابتن حسام البدري ان احنا حتى في تصريحاته، وبتبتدي تزود بقى في ايجابياتك في مباراه بنشوفها احنا صعوبتها ان بتلاعب فريق كبير بقى له 3 سنين كان بعيد عن المستوى المعهود بالنسبه له، رجع بشكل قوي فريق قوي تعادل معاك هنا 2-2. عنده امل بقى ان هو يوصل لنهائي البطوله ويكسبها، لان زي ما بقول ده نهائي مبكر كابتن شريف. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. لما نتكلم على المباراه اللي كانت موجوده عندنا هنا كانت واضحه في المعالم. انا بحترم قوي مدرب بنزرتي وهو بيتكلم عن النادي الاهلي في تعليق كده انا شايفه على القناه، ان الان النادي الاهلي لا تغفلون انه نادي عملاق وصاحب ثوراته وجولاته خاصه في تونس. حقيقي الجماهير خارجه من الملعب برج العرب الماتش اللي فات زعلانه على النتيجه بس مطمنه للاداء، مطمنه ان لعبتها ما اثرتش في اي حاجه. شايفين في لعيبه كتير قوي بتجري في الملعب وبتملى الملعب وعندهم غزوات والحظ مش مساعدهم. كام كوره احنا بنروح، مش هتكلم على الحكم تاني يا فاروق يعني. لا خلاص كفايه. قلنا الحكم يعني عامل لنا حاله احباط داخل وخارج الملعب. خدت بالك لاجهزه فنيه ولاعبين. نتمنى ان الكوره والحكام هناك يبقى في عدل في الملعب. بس النادي الاهلي هو كان صاحب السطوه وصاحب الاداء في الملعب. نادي ترجي بنحترمه بنحترم اداؤه بنحترم لعيبته. راحوا على الجون تاني تايم يمكن مره او اتنين كونتر اتاك من مره خدت تقريبا مره او اتنين يعني طبعا. حاولوا يجرجرونا في اول الماتش للبطء. كنا احنا ممكن نكسب 4-0 في اول ربع ساعه لو تفتكر بعد الهدف الاول كده. حسام البدري دايما في الماتشات اللي زي دي بيعمل ضغط، بيبتدي يضغط من نص الملعب والفراوده من اول خط عنده الفراوده. اتعودنا على كده ان هو بيضغط على لاعبي تونس على اساس ان هو ما يكونش في راحه في الباص، في راحه في نقل في الحركه من بين الخطوط. بنقرب خطوطنا من بعض قوي، بنركز وما يبقاش عندنا ميز باص كتير. مركزين تماما ان احنا نكسب، مش مركزين تماما ان احنا ناخد المباراه على فترات. وان كان اذا كان هياخد المباراه على فترات يكون ليه سطوه الاداء في الملعب. يعني زي ما كان هنا خطوط متقاربه وبيلعب يمين وبيلعب شمال وهو عنده مفاتيح من اللعيبه الحقيقه. عنده من ناحيه اليمين لعيبه كويسه جدا، عنده من ناحيه الشمال لعيبه كويسه جدا. لو عمل احلال وتبديل يمكن في باك ليفت او في نص الملعب في واحد، او ريح فيرود من اتنين فراوده وزود في الناس اللي هي تحت الفراوده وخد العناصر اللي هي فوتبولر عنده وتجاوز الحالات الدفاعيه اللي هي ممكن تبقى واحد حسام عاشور او
سوليه، وبعدين بعد ما يكسب يرجع لحسام عاشور وسوليه تاني ينزلوا في الملعب ونبتدي خططنا تاني، ان احنا بنطلع من تحت لقدام تاني وبناخد مش جبهه اللي هي كونتر اتاك. احنا مش عايزين يبقى ان احنا رد الفعل، احنا عايزين يبقى احنا الفعل واحنا اللي بنأدي. كنت تتكلم على المباراه اللي جايه ان شاء الله، اللي هي بكره ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا كابتن يعني خلاص انا مش هتكلم على المباراه اللي فاتت، لا بكره انت دايما يا كابتن شريف، وانت واحد من الناس بقى اللي عندهم الروح العاليه قوي يعني حتى الان ما شاء الله ما بتلعب بكره، انت مش اكتر ما تكون في فنيات طبعا وكابتن حسام بدري وتحفيز وخطط واستراتيجيه معينه كابتن حسام حاططها، ولكن دور اللاعبين بكره مهم جدا كابتن شريف. يعني انت كلعيبه وبتقعدوا مع بعض انا فاهمك اصحاب الكلمه في الملعب بكره اللعيبه طبعا. طب ما هو كمان انا يعني لازم كابتن حسام بيدي حريه للعيب بكره في المركز نفسه اللي هو مركزه، يعني عايز ابتدي باللعيبه اللي هي مش ببتدي بيها في اخر 40 دقيقه، عايز ابتدي باللعيبه اللي هي تقدر تحقق لي الفوز. او انا ما اعرفش فكر حسام البدري هياخد المباراه بشكلها ايه، يعني هيخلي المباراه تتعامل معاه وتجبره. لو انت مكان كابتن حسام كابتن هنعمل هنقلب الايه بس بتاع الثاني شوط المره اللي فاتت هنبتدي بيها او زي ما قلنا على وليد سليبان وصالح جمعه. تمام. هو دايما بيشوف حاجات عنده، بيشوف اصابات عنده، وبيشوف حاله لعيبه عنده، بيشوف سبرنتات، وبيشوف انا كنت شايفك جايب التمرين بتاع النادي الاهلي هناك هو عنده حاله. احنا بنتمنى، الشارع بيتمنى ان دايما القوه الضربه دايما بتاعتك من اجاييل ازارو لصالح جمعه لوليد سليمان لعبد الله سعيد يبقى في مستواه، لكذا لعيب يبقى في الملعب يدخل عناصر ما كانتش موجوده تبقى موجوده، صبر رحيل مثلا، حسين السيد، الناس دي، احمد فتحي دايما يبقى هو في نفس الفورمه اللي هو فيها ونفس الاداء، وهو الجواكر اللي بتبقى موجوده ما شاء الله. النادي الاهلي عندك يا جميل عنده مساحه كبيره قوي وعنده حاجات وعندنا حلول كتير قوي. طيب كابتن جمال، شوف يعني بكره بامر الله تبقى بدايه جيده ان شاء الله باذن الله. يعني زي ما بتكلم كده دايما بداياتك بتبين انت هتوصل لايه، انت عايز ايه او انت عايز ايه. احنا طبعا على مدار الاسبوع اللي فات احنا بنتكلم احنا عايزين ايه من المباراه، طبعا لا بديل عن الفوز في هذه المباراه. اكيد كابتن حسام بيفكر في هذا الموضوع، اكيد بيتكلم مع لعيبته، بيحط تشكيله مع جهازه الفني، كل الامور دي احنا بنتكلم فيها حتى هنا من خلال الاستاذ الاهلي، بنوضح امور لجمهورنا طبعا، جمهور النادي الاهلي مشاهد لقناتنا. ممكن كابتن حسام البدري بيفكر ازاي في مباراه الغد؟ انا اعتقد تصوري الشخصي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد ان كابتن حسام المباراه بتاعت بكره بالذات محتاجه صبر شويه، يعني مش محتاجه تسرع من البدايات. بمعنى لو انا بدات هبدا من عند حسام عاشور والسوليه وليد سليمان مؤمن زكريا، وانا اعتقد ان الرباعي دول هيبقوا موجودين في الملعب، ده تصوري الشخصي. لو هنختلف بس هنتكلم في واحد، وليد ازارو، عبد الله السعيد. وليد ازارو انا تصوري الشخصي برضو لازم ابدا بالمباراه، وممكن اخلي جاي معايا وصالح جمعه هيبقى معايا اوراق بديله كويسه للسيناريو الثاني اللي انا ممكن افكر فيه. بمعنى المباراه بكره لازم انا اللي اتحكم فيها. اتحكم فيها ازاي؟ ان انا نمره واحد لازم يبقى عندي استحواذ جيد، لو استحوذت جيد على في اول ربع ساعه او ثلث ساعه على الكوره في نص ملعبي او في نص الملعب اللي انا بحضر فيه للهجوم او للدفاع، تمام، هوصل للي انا عايزه. بمعنى همتص حماس الجمهور، همتص حماس فريق الترجي. فريق الترجي ممكن يبقى اهدى نسبيا، بس الجمهور بالنسبه له هيخلي المباراه فيها مشكله وفيها يعني هيحاول المباراه تبقى يدوا له الريتم السريع بدري عشان يحاول ان هو يسجل بدري. لو احنا نجحنا ان ما يدخلش في جون في النادي الاهلي على الاقل في الشوط الاولاني، ممكن انجح في السيناريو الثاني اللي انا ممكن احطه في الشوط الثاني. يعني عندي لازم يبقى عندي صبر، لان انا عايز اكسب 1-0، انا مش عايز اكسب سكور 2 او 3. مكسب في اي وقت، المكسب ده ممكن يجي لي في الدقيقه 90. والنادي الاهلي الحمد لله شخصيته وشخصيه لعيبته بتبان في التوقيتات دي، التوقيتات العصيبه والمباريات اللي عليها ضغط. ولو اننا خدنا دعم قوي جدا طبعا من تمرير من التدريب، اخر تدريب يوم الاربعاء اللي اتفتح له الجمهور طبعا، حقيقي كان شكل رائع، حاجه محترمه جدا طبعا، ودعم كويس من مجلس اداره، دعم كويس جدا من جمهور مصر كلها بالنسبه للنادي الاهلي. فاعتقد ان النادي الاهلي تبان شخصيته في التوقيت ده. الحاله الدفاعيه الجيده للاعيبه لازم تبان من عند حسام عاشور وعمرو السولية. انا مش هتكلم على الاربعه المدافعين، عايز الاربعه المدافعين دول، لان لو الاربعه اللي اتكلمنا عنهم دفعوا بشكل جيد هتوصل الكره للاربعه المدافعين التانيين ممكن تبقى اقل شويه. ان كان فتحي، كان سعد سمير، ان كان رامي ربيعه، ان كان علي معلول. عندنا مشكله كبيره شويه انا شايفها ناحيه اليمين، ناحيه اليمين عندهم ناحيه قويه جدا، ان كان فيها ايهاب المباركي وده لعيب كويس قوي طبعا،
ولعيب اسيست معظم الاهداف اللي سجلوها ليه بصمه عليها. ده حتى الكره الهدف الاولاني اللي سجل فينا في النادي الكرة ثابته، كرتين ثابتين، ودي ممكن نتكلم عليها بعد كده. هم طبعا يعني مميزين جدا. ايضا فرجان الساسي كابتن وغلال الشعلاني بالظبط، يعني لعيبه مميزه. طبعا طه ياسين خنيسي هداف هذه البطوله، هداف الفريق الترجي حتى الان 6 اهداف. كابتن شريف، خليني اكلمك بقى ترجي. يعني احنا كابتن جمال بيتكلم على حته ان انت تمتص جزئيه هجوم او الملعب وان الترجي بيلعب على ارضه. طيب ما ممكن كابتن فوزي البنزاتي وبيتكلم اللي يقول لك انا مش هاجم النادي الاهلي، انا بالنسبه لي متفوق عليه فوارد 2-2 واسيب النادي الاهلي والعب بشكل ما على الهجمه المرتده. لان انا عارف من خلال حتى كلام حضرتك كنت بتتكلم على تصريحاته هو كابتن فوزي للنادي الاهلي كنادي عملاق وعنده القدرات دي، مش ممكن وارد ان هو يفكر التفكير ده هو يفكر زي ما يفكر. هو عمل نتيجه ايجابيه جدا في مصر، تديله الروح وتديله الثقه على ملعبه وسط جمهوره. انما خلاص احنا بقينا محترفين قوي وبقينا بنلعب في مصر زي في تونس، ده بقى جيم بالظبط، ما بقاش نتيجته ايه. لو تبص للمجاميع الاربع فرق تعادلوا، يعني الاتحاد الليبي تعادل مع نجم الساحلي 0-0. هو الاتحاد الليبي ما يقدرش فاروق يجيب جول في النجم الساحلي هناك ويعمل قلق لنجم الساحلي على ملعبه، فرقه وبتعرف تلعب اوبن جيم. هو بكره هيبقى الماتش اوبن جيم. هما بيتميزوا في حاجه واحده بس، ان هم عندهم ثقه كبيره قوي كانوا عايزين يعملوها هنا في مصر، ما عرفوش في البريس بتاع الاهلي. يعني احنا عملنا بريس عليهم بعد ما جبنا ضربه الجزاء اللي هو كان المفروض اللاعب ده بيطرد في ضربه الجزاء دي، يعني كانت فرقت معانا كتير قوي. ثلاث اربع تجوان راحوا بعد ضربه الجزاء وانت بتروح على الجون، حصل لهم حاله ارتباك. هم دول احنا مش هنصور لهم ان هم ديناصورات كانوا في الملعب، احنا كنا اقوى واحنا كنا اللي مالكين. عشان كده بنزرتي زي ما انت بتتكلم صحيح، عامل حساب النادي الاهلي. عشان كده انا عايز اطمن الناس، الاهلي راح يلعب في تونس، راح يلعب في تونس، ونطمن كمان جيم بقى معلش جيم جيم زي جيم في اي حته. بالعكس انا لما اجيب جول هعمل له مشكله، صحيح هيفتح لي الملعب اكتر، وانا عندي الانطلاقات وعندي كبير. من اللاعبين مميزين اللي هم يقدروا يترجموا اهداف زي ما قال مثلا ضفلي مؤمن زكريا. نطمن برضو من كابتن مجدي عبد الغني، يعني نجم مصر ونجم النادي الاهلي وعضو مجلس اتحاد الكوره. يعني كابتن مجدي مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير، ازيك يا فاروق وكابتن شريف؟ كابتن مجدي عليه كابتن جمال. ومين معاك تاني؟ جمال، كابتن جمال السيد طبعا. وجمال السيد طبعا، سلم لي عليه. كابتن تحياتي ليك كابتن، ودايما بتفائل بحضرتك لما بتتكلم دايما للنادي الاهلي. رؤيتك للمباراه بكره كابتن؟ يا رب يا فاروق، والله ربنا يسهل. والله طبعا ماتش مش سهل، لكن اعتقد ان الجهاز الفني واللعيبه عارفين انها مباراه مش سهله وانها محتاجه مجهود كبير جدا عشان نقدر نعوض النتيجه اللي حصلت في القاهره. وطبعا يعني مش مستحيل ان النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه، لان عملها النادي الاهلي قبل كده كتير. صحيح، وان شاء الله باذن الله يقدر بكره يعملها. بما ممكن الظروف تبقى معاكسه شويه، ممكن الظروف ما تبقاش هي نفس الظروف، لكن كلنا عندنا امل في الله سبحانه وتعالى ان يعني النادي الاهلي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه بامر الله، ويقدر يتخطى العقبه دي من خلال تونس في تونس باذن الله، من خلال الترجي في الترجي. يعني ان شاء الله كابتن، يعني حضرتك نجم كبير واكيد المواقف دي، انا كنت بتكلم كابتن شريف وكابتن جمال، اكيد خطوا هذه المواقف كابتن. مطلوب من اللاعبين في مباراه زي كده داخل الملعب، يعني خلاص احنا دي عمليه تركيز حاليا دلوقتي، خلاص النهارده هيناموا بدري ويبتدوا يجهزوا نفسهم للمباراه، ولكن بقى مجرد لما بتنزل الملعب اللاعبين مطلوب منهم يا كابتن؟ مطلوب اصرار وعزيمه واراده. يعني انت الامكانيات تقريبا متساويه. يعني او يمكن النادي الاهلي افضل حاجه بسيطه عن فريق الترجي، لكن الاصرار والعزيمه والروح والجهد اللي هيتبذل والفريق اللي هيبقى نازل حاطط، يعني فريق النادي الاهلي مطلوب من اللعيبه انها تنزل بكره ما عندهاش حل تاني غير ان تدافع كويس قوي عشان ما يجيش فيها جول، وتهاجم كويس عشان تقدر تجيب جول. يعني مطلوب منها معادله بمنتهى الصعوبه طبعا، انها تعمل الاثنين بنفس القوه. وده مش هيجي غير لما يبقى انت عندك عزيمه واصرار جواك وروحك عاليه ورايح واثق في نفسك، ولازم تطلع كل اللي عندك وكل ما اتيت من موهبه وملكات وقوه وجري
واصرار وكل المهارات اللي ربنا اداها لك لازم تحطها بكره، لان الحاجات دي ما بتظهرش غير في مباريات معينه، يعني هو ده توقيتها. صحيح يا كابتن. في اوقات كتيره جدا بتروح تلعب في افريقيا تتعادل 0-0، تيجي المباراه بتبقى سهله بالنسبه لك، مش محتاج تطلع 100%، بتلاقي نفسك بتطلع 60-70% ولان المباراه ماشيه عادي وطبيعيه. انما مباراه زي دي انت محتاج تطلع 150% عشان تقدر انك انت توصل للهدف، لان الهدف خلاص انت دلوقتي زنقت على نفسك مباراه في القاهره، فمحتاج انك انت تعوض في مباراه تونس. فيعني عايزه اصرار. ما اعرفش كابتن مجدي انت، يعني وجهه نظري انا ان فريق الترجي جه حظ فيك هنا هدفين، وانت باسمك الكبير المواضيع برضو يعني متساوي، انت تقدر تكسبه وتحرز فيه ايضا اهداف. أيوة يعني تقدر تحرز اهداف طبعا، ما فيش شك انك يعني هو دلوقتي احنا كل اللي بيتعبنا في المباريات اللي بره على فكره مش الاداء قد التحكيم وقد لما بيبقى فيه ظروف معاكسه. لو التحكيم جيد انا من وجهه نظري النادي الاهلي عنده الامكانيات في لعبته وفي الجهاز الفني انه يقدر باذن الله يجيب اهداف بكره. بس المهم هنا انت عندك معادله صعبه، انك بكره انت عايز تجيبه ما يجيش فيك. صحيح. فازاي انت تبتدي تجيب اهداف وازاي ما يجيش فيك اهداف؟ هي دي النقطه اللي في منتهى القوه، ولو جبت بدري هل هتفضل تدافع طول المباراه عشان ما يجيش فيك اهداف؟ صحيح. العمليه هنا بقى محتاجه توازن، محتاجه اللعيبه جوه الملعب، مش محتاجه جهاز فني ولا حاجه. وهو كابتن خلي بالك انت كابتن حسام، كن عانينا في المباراه الاولى من ضياع اهداف، وعانينا ان حته الاخطاء اللي احنا اكتشفناها في المباراه. ضيعنا فرص، وللاسف الاهداف اللي جت فينا كمان يعني اهداف ما هياش ملعوبه، كره عرضيه وتمركز خاطئ واللعيبه سرحانه فالمساله هنا مش مساله جهاز فني، المساله هنا مساله لعيبه، لعيبه مركزه وكل واحد معينه علمان، وكل واحد مساب واحد فاضي جوه ال 18 مش هيجي فيه جول، بتقطع الكوره وتن الهجمه بسرعه وبتعمل هجمه مرتده بمنتهى السرعه وبتقدر انك انت تستخدم سرعاتك هتجيب جون. انما لو لعبت ببطء، البطء وكسره الفكر والتفكير كتير وكره تحت رجلك والكلام دوت كان في الستينيات. صحيح. يعني الكره القديمه دي مش هتديك فرصه لا تعمل كاونتر اتاك ولا تخليك، انما انت دلوقتي اللي عنده سرعات هو اللي بيكسب، اللي بينقل بسرعه هو اللي بيكسب، اللي بيقطع وبيتحرك وبيعمل كاونتر اتاك بسرعه هو ده اللي بيكسب. صحيح. انما لو انت مسكته وقعدت تباصي بالعرض وترجع ورا وتستنى لما تلاقي حد تباصيله، ده طبعا مش هيساعدك في انك تحقق غرضك يعني. طيب كابتن مجدي، يعني توقعاتك غدا هل ممكن يبقى في تغيير في تشكيل فريق النادي الاهلي، ولا كابتن حسام يبتدي بنفس تشكيله استاد اسكندريه او استاد برج العرب؟ والله يعني مش عارف، وطبعا عايز اقول ان دائما وابدا الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي بتحب الاستقرار في التشكيل، يعني بتثبيت التشكيل ده سمه من سمات فريق النادي الاهلي. الا اللهم الا لو في اصابات، في حد حصل له حاجه، حتى لو في هبوط في المستوى النادي الاهلي بيصبر على لعيبته وبيفضل وبيفضل يعني. كابتن شريف بيقول لك قول يا كابتن، قول التشكيل رايك انت ايه؟ رايك ايه يعني التشكيل يلعب بيه هو بمعلول واللي انت شفتهم دول المره اللي فاتت، ولا يبقى في تغيير؟ انا عايز رايك انت. لا ما اصل خد بالك يا شريف، يعني معلول الماتش اللي فات ما كانش كويس، بس ما عندكش افضل منه في ناحيه الليفت. بس عندي ديفندر احسن منه، هو ديفندر كمان مش قد كده يا مجدي. ما هو انت برضه مش ما هو انت ممكن انت بتلعب اتنين وسط ملعب، انت المفروض تميل حد من الهفاط الديفندر عليه ولازم تديله حريه الـ 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 الحركه عشان انت محتاج تكسب، انت مش راح بس تتعادل يا شريف. طب صبري رحيل وحسين السيد، صبري رحيل وحسين السيد معلش بعاد عن الملعب بقالهم فتره، خبرات بكره عشان ترميهم في مباراه زي ده يا شريف. لا وهو كابتن عارف كمان الترجي هناك بيلعب ازاي كمان كلاعب كان موجود ولاعب تونسي يعني عنده. انت فكرك ان هم يلعبوا بنفس التيم يعني؟
انا شايف انه يلعب بنفس التشكيل. لو عبد الله السعيد مجهد او عنده حاله اجهاد ممكن يتغير بصالح جمعه، انما لو عبد الله السعيد فايق وتمام وان شاء الله يكون سليم ما عندوش حاجه برضه يعني يبتدي بعبد الله السعيد بس هو عبد الله اصله لا غنى بعد حسام غالي، وكان لا غنى عن بلاي ميكر عندي. يعني انت لو شفته في الهاف تايم الاولاني في المصري هنا كان بيحرك نص الملعب وبيستلم ويسلم ويعمل. انت عارف دلوقتي احنا بقينا احنا كان ال 11 لعيب عندنا بلاي ميكر، ما فيش حاجه اسمها بلاي ميكر في كره القدم. كل لعيب نازل الملعب لازم يبقى بلاي ميكر. احنا بنتكلم على غرار الماتش اللي حصل، على غرار المباراه الاولانيه. لا انا عايز اقول لك حاجه، انت كنت بتعرف تعمل باصه توصل بيها زميل ليك للجول، وانا ديفندر بس كنت اعرف اعمل باصه اوصل بيها حد للجول. يعني مش هنخلص منه، كلنا بلاي ميكر. انت كنت بتعمل عرضيات ياما صياد روس حربه يجيبوا جوال. يا كابتن بدري انت الجيل بتاعكم كان جيل جامد قوي يا كابتن، كلكم بلاي ميكر فعلا. احنا بنقول هو اللعيبه فاروق اللي في الملعب. طبعا لازم كلهم يعرفوا باصوا بمواضيع كرة القدم، وانت اصلا لازم تعرف ازاي تتابع. صحيح، ازاي صحيح. لا صحيح كابتن، صحيح. انما المهارات ما بنقولكش رقص فرقه وروح على الجول. لا طبعا، لا طبعا يا كابتن. عشان واحد ميسي ما فيش غير ميسي واحد في العالم، ما فيش غير رونالدو واحد. يعني رونالدو واحد في العالم. يعني اللي احنا عايزين نقوله ان 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 في بديهيات كرة القدم دي المفروض انها تبقى موجوده عند الناس كلها. مظبوط. طبعا مفيش شك ان واحد بيبقى الامكانيات اعلى شويه، عنده الملكه يعني عن لعيب. يعني بس النهارده ما تجيش تقول لي لما كان يغيب عندنا الخطيب ما كناش الفرقه ما كانتش بتتاثر، كنا بنطلع كسبانين. يعني الخطيب نجم النجوم، اما كان ما يلعبش الماتش ما كناش بنبقى نازلين مرعببين ونقول يا نهار ابيض النهارده ده ما لا ده اي حد فينا بيجيب اجواء. النادي الاهلي بس انتوا بتكسبوا بالعافيه برضه يا كابتن مجدي، كابتن جيبي كنتوا بتكسبوا بالعافيه. كابتن مجدي طيب عايز اكلمك على الجزء الامامي، يعني الشيخ وكان ابتدى كابتن وليد سليمان ولا الشيخ يا كابتن مجدي بعد اذنك. يعني طبعا جونو اجايو امامه وليد ازارو، يعني هل ممكن اختيار يختلف في هذه المباراه كابتن بالنسبه لجوزيه؟ هو ازارو لابد منه لسرعته، لان السرعات مطلوبه جدا في مباراه زي دي، والكاونتر اتاك مطلوب جدا لمباراه زي دي. بس نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى والشعب المصري يدعي ان وليد ازارو يوفق في الفرص اللي تجيله. صحيح، ركز شويه، وليد ازارو في الماتش اللي في مصر هنا كنا ادينا الترجي 4، لكن للاسف الشديد ضيع كور سهله، حتى الجون اللي جابه كره لقاها قدامه فحطها جوه الجون. عامل بالظبط زي بتاع الفيصلي الاردني، برضه جبنا جون في اخر ثانيه هو جابه برضه، يعني كان سهل. انما الاجوان الصعبه وليد لسه ما ورناش ازاي بيعرف يجيب اجوان صعبه. فبنتمنى ان هو بيخلق على فكره فرص من سرعته والجري بتاعه، بيخلق فرص لاحراز اهداف، لكن لسه ما شفناش انه جاب اهداف في توقيت صعب. يعني صحيح، دي جزئيه. فلازم يلعب وليد ازارو. يعني الشيخ، انا شايف ان الشيخ يعني ايه خبره وليد في مباراه زي دي محتاجينها اكتر من احمد الشيخ. يعني احمد الشيخ يمكن انا يعني احمد الشيخ طبعا من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا، هداف الدوري الممتاز العام الماضي يا كابتن. لا لا لا، من اللعيبه المميزه جدا. لكن عايز اقول ان في مباريات ممكن الشيخ ما يوفقش، زي المباراه اللي فاتت ما كانش موفق في المباراه اللي فاتت، ولا حتى في مع منتخب المحليين لما رحنا لعبنا المغرب ما كانش موفق. ليه؟ واضح ان يعني ايه ممكن يجي بالوقت والمباريات اللي جايه. انا من وجهه نظري وليد سليمان عنده خبره ومتحمس اكتر، واقدر استفيد بيه بالوقت اللي يقدر يديني فيه. يديني شوط وشويه، يديني اقل من شوط. بس وليد يعني عنده خبره الماتشات الصعبه دي اكتر من احمد الشيخ. صحيح، دول ده بس اجايه. لكن اجايه وعبد الله زي ما هم كابتن. لا لا، ما هم ان شاء الله ما فيش
مفيش ان شاء الله مشاكل وان شاء الله ان شاء الله خير يا كابتن، ربنا يوفقهم يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن مجدي نجم مصر ونجم النادي الاهلي، طبعا دائما بتفائل بيه يعني، كابتن مجدي من الناس الجميله اللي دايما بنسمع صوتها بنحس دايما في تفاؤل. بس انا عايز بقى بعد ما اقفل مع كابتن مجدي بشكرك كابتن مجدي طبعا، يعني جزئيه عبد الله وجزئيه صالح او اللاعبين اللي ممكن كابتن مجدي لازم يبقى كله حمودي طبعا، في طبعا لعيبه مميزه، حته في لعيبه بتختلف عن لعيبه كابتن في حته ايه، في لعيبه ما بتعرفش ابدا تهدي الريتم في الملعب، وفي لعيبه تقدر تهدي الريتم في الملعب، في لعيبه بتشكل بالظبط الجزئيه دي مثلا موجوده في بعض اللاعبين زي عبد الله. ما ده اللي انا بقول عليه، يعني في لعيب يبقى عنده ايقاع يعني هي دي النقطه، بيعرف يستلم ويسلم يعني، وكذا مره بنشوفه بالزبط. بيتحرك ناحيه اليمين وبيتحرك ناحيه الشمال وبيجيبه يعني لما ولو جينا جمال برده كابتن شريف بالظبط، لو جينا نتكلم حتى على الاستحواذ يا كابتن فاروق، عبد الله من افضل اللعيبه تعمل استحواذ جيد في 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 في, في اثناء المباراه. والحاجه الثانيه برده اللي اتكلمنا فيها ان هو فعلا يتحكم لك في ريتم المباراه، مش هتبقى كلها عصب عصب لا طبعا سرعه، هتبقى انت بالظبط هتحط نفسك في مشاكل، حتى في مشاكل يعني ايه في الاواخر هتحط نفسك في مشاكل بدنيه. امتى؟ مع ان انا شفت الحاله البدنيه من فريق الترجي في لا 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 في اخر تلت ساعه كان انهيار تام، لا كان السيطره التامه للنادي الاهلي، ما صدقوش اللي هم فيه. بالظبط احنا ضغطنا عليهم بقى يعني هم دخلوا جون 1-1 ومستنيين انت فواكوا بيتقدموا بهدف، هم حتى بصوا لبعض وما صدقوش. طبعا مفاجاه طبعا، هي طبعا احنا كان سيناريو ضد النادي الاهلي في جميع الوجوه وفي مشاكله وفي عواصفه وفي جوه، انما احنا الحمد لله عندنا من اللاعبين زي ما مجدي قال كمان وانت اتفضلت وقلت ان احنا نقدر نقلب الترابيزه في اي وقت بجون واثنين وثلاثه. صحيح بنروح على الجول عن طريق ازارو بيفتح ثغرات كتير قوي في الدفاع بتاعه، عنده سرعه جيده يعني، احنا لسه ما يمكن كان بعيد شويه فتك الفتنس اصابه طبعا، احنا الفتك الفتنس بتاعنا اقوى منهم بكتير قوي. بس انا عندي مشكله كابتن شريف في حته اجايه، اجايه عنده سنه بطء شويه وعنده مشاكل دفاعيه، ولو لعب ناحيه الشمال اللي هي هتبقى فيها ايهاب المباركي، فخر الدين يوسف، غيلان شعلاني، اي لاعبين من الاثنين دول هتبقى عندنا مشكله. مؤمن سليم، مؤمن زكريا مميز جدا في جزئيه الدفاع، بيدافع كويس وفي نفس الوقت عنده النزعه الهجوميه القويه، لما الكره بتبقى معاك بينطلق بشكل جيد حتى لو من ناحيه اليمين، من ناحيه وليد سليمان تلاقي عنده سرعه ان هو يبقى راس حربه وعنده لغه التعامل مع عبد الله السعيد كويسه قوي بالظبط، وعنده قدره ان هو يبقى راس حربه تاني لو وليد ازارو هو الاسترايكر الاساسي بتاع النادي الاهلي، وليد سليمان بيكمل من الناحيه التانيه بشكل جيد، بيبقى لنا تواجد هجومي جيد. اجايه ما بيروحش ابدا من بره، اجايه عايز كل شغله بيبقى من جوه. بس جمال هو لما بيبقى فيتك الفيتنس بتاعه كويس وسليم بيبقى عنده حريه او في عنده فكر، عنده بيوقف، هو كمان عنده قدرات كمان يا كابتن، بيقدر يتعامل، عنده الاسلام والتحرك وعنده فكره ازاي يلعب كوره في الجون وازاي يجيب جول بالظبط. فاعتقد ان ممكن الكابتن حسام بكره يستعين بوليد سليمان ويستعين بمؤمن زكريا في جزء كبير من المباراه. الجزء الثاني او السيناريو الثاني اللي بفكر فيه ان هو ممكن يكون قصه صالح جمعه، ممكن يكون اجاييه، ممكن يكون عماد متعب، ممكن يكون هشام، اي لعيب هشام محمد، اي لعيب من اللعيبه دي يقدر يفرق معاه مثلا في السيناريو الثاني، لان انا زي ما قلت انا لازم يبقى عندي صبر، الصبر ان انا ممكن اكسب في الدقيقه 90، انما استقبل بدري دي تعمل لي مشكله، لازم يبقى عندي ثبات دفاعي جيد وخاصه في الكرات الثابته، لان احنا الكورتين اللي دخلوا هنا فينا كورتين ثابتين. صحيح. واحد هم مميزين، هم مميزين طول عمر في البطوله العربيه واضح كمان بالظبط يا كابتن فاروق، وعلى مدار التاريخ يا كابتن حتى واحنا بنلعب معظم دول شمال افريقيا وخاصه التوانسه عندهم قدرات كبيره جدا، في عندهم شراسه في الكرات الثابته، ان كانت ضربات حره، كانت ضربات ركنيه، كل الكرات الثابته بيعملوا فيها مشاكل، فلازم يبقى المراقبه جيده جدا 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 مع تركيز دفاعي، عايز اقول ايه مثلا يعني 200% مع تركيز ان هم لعيبتنا احنا نفسيا عندهم ثقه ان هم احسن منهم تمام، ان هم اقوى منهم تمام، انت مش هيهزني تاجس فريق فخر الدين مش هيهزني، وانا حاسس ان هو الولد مش سليم يعني، هو ما ابتداش بيه الماتش اللي فات، ما ابتداش بيه الماتش اللي فات بالظبط، ونزل الماتش يعني. نزل الماتش عشان يدخلوا في فورمه معينه او يدخلوا لقى نتيجه ممكن يجهزوا لقى نتيجه بالنسبه له مريحه وان هو يقدر يمسك كوره ويلعب كوره ما فيش، انما اللعيبه بتاعتنا اهم حاجه بكره احمد فتحي وما كان خط الدفاع وربيعه وسعد سمير ومعلول والباك ليفت اللي هيتحط انا ما اعرفش مين غالبا هيبقى صابر رحيل انا على ما اعتقد يعني، فلازم كل ده يبقى عندهم ثقه، عندهم ثقه ان هم لعيبه كويسه قوي واحسن من اللي موجودين الناحيه الثانيه، واحنا محترفين بالظبط يا كباتن، احنا محترفين رايحين نلعب ماتش في تونس واحنا النادي بلد جميله. طيب انت بتتكلم كده يعني، وانت بتتكلم على تونس، اللي يخوفك من فريق الترجي بكره ايه؟
فريق تراجي في مصر هنا كان بيجرك لبطء الملعب وتعطيل الكوره، ودايما كل ما يبقى عندك حماس يروح يوقف لك الملعب، بيعمل الحاجات الضيقه الصغيره وبيحاول يعمل لنفسه ثغره في غير ان انت بتهجم من غير وعي، فهو يبقى عنده ثغرات زي ما انت بتقول. فخر الدين ده بيعمل ثغره من ناحيه الشمال او ناحيه ينقل الناحيه الكوره الناحيه. عندك اثنين اسماء انت قلتهم، من واحد فيهم هداف والثاني بيلعب في وسط جماهيره، بس اول ما هيعدي نص الملعب عندك وهيلاقي ان هو بيعرف يعمل الباص عندك وياخد حاجه على الاطراف وعرضيات، هتدي له ثقه مما لا شك فيه، بجماهير بزعيق بدوشه بكره مرتده هيحاول يصوب، هو هيستغل حارس المرمى. يمكن اكرامي لو لعب بكره يقول لك مهزوز من الماتش اللي فات وعنده حاله مش لطيفه، هيحاول يهزه تاني ويعمل له شوط من بعيد، يعمل له اي حاجه، فهيكسب من هنا الاداء بتاعه والوجود بتاعه. غير ان انت بقى لو استقطبت وانت اللي عملت انت العكس كله، ان انت اللي بتاخد منه الكوره بتلعب كوره سليمه وتعمل تقارب من الخطوط وزياده عدديه في كل خط، احمد فتحي بياخد حريته وخالص وينطلق ويعمل. انت بقى لو عملت انت العرضيات السليمه من الشمال او اليمين، انا مش عايز ابقى ضد علي معلول على فكره، يعني لو ابتدى بكره يقدر يعوض الماتش اللي فات، خدت بالك، ويديني كوره عرضيه احسن تخبط وتترد، وعبد الله السعيد هو اللي بيرد وبيشوط، اي حد بينزله، وليد سليمان في الفرديات في الثوابت اللي كان انت بتتكلم عنهم بتقول لهم ان هم في الكور الثابته بيعملوا لنا مشاكل، ما احنا نعمل ايه؟ انت عندك الشيخ وليد سليمان وكل ما موجود عبد الله السعيد وصالح جمعه وكل ما موجود في الملعب بيقدر يعمل كور ثابته وبيقدر يحرز منها اهداف من اي حته، حتى عمرو بركات نزل في الماتش بتاع الجونه لو تفتكروا. هو يمكن قصدي كابتن جمال كمان وجود بعض اللاعبين اللي هم عندهم شراسه داخل ال 18 والكره تتلعب يا كابتن. ما هو ده لا انا بتكلم، دي مهمه جدا. انا احمد حجازي يعني دي مهمه بالظبط، احنا في قلبنا احمد حجازي في النقطه دي موجوده في سعد سمير بشكل جيد. الحمد لله ورامي يا كابتن، برافو عليك ورامي. احنا علي جبر واحمد حجازي امنوا لنا الحته دي في المنتخب شويه. تمام فهم. تمام. انما سعد سمير لا ليس اقل لا من الاثنين. لعيب كويس ورامي ربيع محمد نجيب ليس اقل من الاثنين ولولا الاصابات اللي بتحصل يا جماعه دي لعيبه كبيره قوي اللي موجوده. ربيعه لولا الاصابه ربيعه كان طالع خبرات طويله وبيزود من ورا لغايه نص الملعب وبيعدي وبيروح وعندنا كمان في الضربات الثابته بتاعتنا الكورنر يا فاروق، عندنا كام واحد يقدر يطلع يخش ويعمل من الفنس ويقدر يجيب جول الربيعه والنادي. احنا بكره عايزين الاسبقيه في التهديف. الاسبقيه في التهديف يعني زعزعه طيب في الفرقه الثانيه، يعني فعلا ده النادي الاهلي هو ده اللي لعبناه وكان حظنا. هرجع لك كابتن شريف على جزئيه الاسبقيه وسيناريو لو انت احرزت هدف، لكن خليني اتكلم كابتن جمال جزئيه ان انت توصل لمرحله اللا اخطاء، وده اهم حاجه بكره. ده بكره ده اساس لازم. لا اخطاء وانتهز الفرص بكره ان شاء الله اللاعبين يوصلوها من خلال طبعا تعليمات كابتن حسام بدري. تمام. التعليمات الاكيده اللي هيدا لهم كابتن حسام ان انا نمره واحد لازم ابقى عندي شراسه دفاعيه كامله. ممنوع منعا باتا اي اخطاء. المباراه دي بلا اخطاء هتريحني في الاخر. نمره اثنين، الجزئيه اللي انا اقدر اخترق بيها الفرقه دي هجوميا، انا بكره لو انا مسؤول عن الفرقه ومدير فني كابتن حسام طبعا حاجه كبيره وربنا كله يوفقه، بس انا بقول فكري يعني هلعب من القلب. عبد الله سعيد عليه عامل كبير جدا، انا ممكن ما العبش على الاطراف كتير. عندهم سردباكين ان كان منتصر الطلبي او شمس الدين الزوادي بيتميزوا بالبطء الشديد جدا جدا جدا، وعندهم مشكله دفاعيه كبيره. لما باجي العب على الزون او بلعب على الاربعه المدافعين بينزلوا بدري قوي، بدري يا كابتن فاروق من عند الدايره، ما بعملهاش حتى قريب من ال 18 على اساس حتى الكور اللي تسقط ورايا تروح لي مثلا لحارس المرمى بن شريفيه، لا ده بيعملوها من بعيد. احتمال ما يلعبش على فكره. بيديك بن شريفيه احتمال ما يلعبش. لا مش فارق الحارس معايا، انا بتكلم في التكتيك اللعب او الشكل اللي بيلعبوا بيه. بيعملوها بدري قوي. بتظهر اوقات ان هي مصيدة التسلل، هي مش مصيدة التسلل. هو الفاعل زون عن اللزوم كمان زون انما دي تعمل لهم مشاكل، اي كوره الوليد ازارو هيسبق، ودي مره واحده اتعملت في المباراه اللي عملها له عبد الله السعيد وجبنا منها البنالتي. منتصر الطلبي طبعا لعيب عنده بطء، حتى وليد ازارو استعمل ذكائه كويس وقف قدامه. هو صغير في السن كمان كابتن، مش هو اللاعب الاساسي بالظبط، ما عندوش الخبرات. ممكن يكون المباراه اللي فاتت دي يعني مجبر ان هو يلعب لاصابه اللعيب او اخر، ولكن اعتقد ان هو واخد حساسيه المباراه في الفتره دي، ممكن برضه يبدا بيهم شمس الدين الزوادي. انما انا بتكلم على حته البطء الشديد اللي لازم نستغلها. الجزئيه بتاعت ايهاب المباركي، ايهاب المباركي بيهاجم كويس جدا، عنده مشكله كبيره جدا في التغطيه العكسيه، ما بيغطيش بصوره كبيره او ما بيرجعش برضه بنفس القوه اللي بيهاجم بيها. ممكن
في الوقت دوت مؤمن زكريا او حتى لو بدا بقى جاي كابتن حسام البدري نستغل الجزئيه دي بشكل جيد، واعتقد ان احنا ممكن نخترقهم من القلب ناحيه السردباكين او من ناحيه الشمال اللي هي ناحيه اليمين عندهم بتاعت ايهاب المباركن كان مؤمن زكريا او اجاي. طيب كابتن ارجع لحضرتك وسيناريو بقى المباراه ان شاء الله انت بتتكلم في حته او كلنا بنتمنى طبعا احراز الهدف بدري ده يخليك حتى روحك المعنويه ترتفع وانت كفرقه الثقه بتاعتك بتزداد في هذه المباراه. ازاي بقى السيناريو لو انت احرزت هدف كابتن؟ انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. انتوا حتى لو دخل فينا جون احنا هنبكي على ايه؟ لا ما هو ما عندناش حاجه نبكي عليها بكره صح؟ صحيح. بس هتزداد صعوبه. يا جميل احنا ما عندناش انا بكره أنا نازل انا معاك بس هتبقى صعب. انا متعادل يعني. هدور على اثنين بدل واحد. لا لا انا بكره ده جيم مفتوح. هم هنا زي الجيم اللي كان هنا هدف تعادل هدف هدف وكان عندك 15 دقيقة أو 20 دقيقة تقدر تحقق فيها تقدر كان عندك حظ وحكم عادل فير بلاي لو جيم فير بلاي أنت كنت ممكن تكسب كويس أوي وعندك بينالتي ما تحسبش وعندك جول ما تحسبش أنت كسبان هنا 4-2 ده الفير يعني مش عايز أقول لك على حاجة يخش فيك جول نطمن نطمن الناس ونطمن اللعيبة مش فارقة بتلعب وتكسب وتجيب جون واثنين أنت بكرة مضاف منك أنك أنت تجيب جون واثنين عشان تبقى سيفتي خلاص محدش يقدر يجيبك أتليست لو جابوك يتعادلوا معاك تبقى نفس السيناريو اللي حصل في مصر. التقدم بقى والاحراز عن الاهداف وانت الاسبقيه ليك بكل اللي احنا قلناه احنا الثلاثه في القعده الجميله دي ان احنا عندنا الميس باس يبقى قليل جدا. ما يجيش في حتت مناطق معينه وغامر يعني ما يبقاش انا عندي ست لعيبه في الناحيه الثانيه عند تونس والاقي واحده بليسنج بتتلعب على الشمال عشان تترد عليا تضرب لي خطين كاملين ويعملوا كونتر اتاك هم في وسط جماهيرهم وفي وسط الصراعات اللي عندهم والسويتشات اللي تقدر تبرجل اي باك عندي انا انا مركز يا جمال وانا باك ورا وانت عارف على فرقتي رايح اجيب جول لما فجاه الاقي ثلاثه لعيبه جايين بيعملوا كونتر اتاك عليا تعملي مشكله بيبرجلني وبيخليني اشتت دماغي ولو اتعملت مره واتنين بيهزني بيهزني هو ده اللي انا مش عايزه بكره. فعشان كده احنا عايزين من النهارده كل لعيب بيفكر انا في البوزيشن ده هعمل ايه لما ببقى ناحيه الشمال عندي مثلا صالح جمعه لازم صالح جمعه يطلع كل فنياته وليد سليمان كل فنياته من شوط لاختراقات لتصويبات ناحيه التسديدات اللي هي بتاعت تيجي على خط 18 الثقه بتاعته كانه بيلعب في مصر وبيبعتها اجاييه ده لازم يبقى قد كده 10 مرات وتبقى فورمته وصلت وليد ازارو بيفرتك الاثنين الثلاثه اللي انت قلت عليهم في وسط هو ده سرعه رهيبه هو ده الثقه اللي احنا مش هنقدر نتعداها ونقدر نتخطى احنا قاعدين على كراسي هنا تمام. هما اللاعبين اللي يقدروا يركزوا بكره يركزوا في نفسهم هم عارفين يا جماعه لعيبه النادي الاهلي لعيبه كويسه جدا طبعا وانا ما كنتش هقدر اتكلم بهذه الروح ولا المصريين كلهم عندهم الامل يعني كلنا رايحين حاسين احنا هنكسب ان شاء الله منين جبنا الاحساس ده؟ اولا تاريخ رقم واحد اسما ولاعبا والاهلي ضغط كتير يا كابتن شريف في وتاريخ الماتشات اللي معاهم وبتكسبهم في اخر تاريخ يا كابتن بقى الفير بلاي انت كسبوك قبل كده بهاند بول لو تفتكر انت بكوره وهنا الحكم يعني ربنا اسمه العادل والعادل وكل شيء يعني خصوص التاريخ بقى ما اعتقدش ان احنا يعني ربنا هيبقى مش معانا بكره كمان ان شاء الله كابتن شريف التاريخ بقى كابتن شريف اتحط في موقف زي كده كلاعب في مباراه صعبه زي كده انا؟ اه انا اتحطيت كتير في حاجات ببقى جاي من البيت بقى ومركز انا همشي انا بلعب ناحيه الشمال او اليمين حسب ما ظروفي هتتحط في الجيم ببقى اتعلمت من هيديوكوتي مثلا او المدربين الاجانب اللي هم مسكوني قال لي كلمه عشان يريحني انا واديله كل اللي انا عايزه كانت ناس كتير قوي اتعلمنا منهم يعني انت تمشي مرتين في الماتش صح قال لي شريف بقول له ساعات انت بتلعبني وانا متعور بقول له ما انا قال لي ما انا عايزك تمشي مرتين صح في الماتش تركز في الماتش وانت رايح مرتين بس احنا نكسب ماتش بالظبط بالظبط يا كابتن اللعيب كل لعيب فينا ناحيه اليمين فتحي لو لعب الكره ركز فيها بس مرتين او رقص براحته او شاف ان اللعيب اللي قدامه ده مش قد كده شفت فتحي عدى من كام واحد اول تايم واحد واثنين وثلاثه وعملها ازارو راح على كره زي دي زي اللي احنا بنتكلم عنها دي هي دي اللي انا بكلمك عنها كل لعيب فينا بكره ان شاء الله لو ركز في كورتين ناحيه الجون هناك وناحيه الفينش بتاع الهجمه اكيد بهدوء كده وثقه في الاداء كله هو ده الجيم اللي انت بتقول لي انا اقدر اكسب ازاي ان انا اركز كل واحد كورتين من كل واحد انت عايز ايه تاني يعني كورتين في ست لعيب في 12 فرصه مش هتجيب منهم اثنين ان شاء الله تجيب منهم اثنين وثلاثه وتبقى مفاجاه كبيره باذن الله والنادي الاهلي هو ده النادي الاهلي اللي كان المفروض يعمله هنا ان شاء الله هيعمله بكره باذن الله هو ده يعني بننتظره من اللاعبين يا كابتن ولكن الحاله بقى هي اللي بتفرق يا كابتن جمال
تمام. حاله اللعيب بكره انت نجم كبير واكيد زي ما كنت بتكلم ذكريات كابتن شريف ان هو هل وقع في المواقف دي طبعا بنجوماته ووجوده في النادي الاهلي والمواقف دي اكيد برضه كابتن جمال سيد وقع في نفس المواقف كتير طبعا المواقف دي بتحصل الغلبه بتبقى او الكلمه فعلا بتبقى اللعيب زي ما حضرتك قلت انا اللعيب حالتي في الملعب ايه بسال ربنا التوفيق ولكن بعمل عليا ايه نمره واحد الاصرار والجهد والتركيز التام وفي الاخر ربنا اكيد هيديك التوفيق ده اللي احنا عايزينه من لاعبتنا بكره لان غالبا ممكن زي ما بيقولوا احنا دايما في النادي الاهلي حتى لما كنا نقف ازمه حضرتك عارف طبعا كاف شريف مرينا بالظروف دي كتير تلاقي التجمع بتاع اللعيبه نفسهم اللعيبه بس بيوصلوا في الاخر ان احنا الكلمه كلمتنا الجهاز الفني خلاص عمل اللي عليه وادانا الخطه وادانا التشكيل اي 11 لعيب المفروض بقى انا بنزل بقاتل انا بكره في ازمه عندي مشكله ان انا ما اخشش فيها جول نمره واحد ونمرة اتنين لازم اسجل حتى ولو في الدقيقة 90 امتى وازاي مع اصرار اللاعبين والجهد المبذول وكل واحد عارف واجباته اعتقد ان احنا نوصل للهدف ده ان شاء الله باذن الله يا رب يا كابتن يعني رساله بقى كابتن حسام واللاعبين بقى مش عايز اضغط على كابتن حسام واللاعبين يعني والجهد الفنيه الناس الدوشه بصراحه عايزين يناموا النهارده اهميه المباراه كابتن خلينا يعني دايما بس مش عايز يبقى اوفر لا يعني لا هو طبعا هم مقدرين هو طبعا عدى بده كتير زي ما انت قلت يعني حسام عدى وشرف حفيظ عدى واللعيبه عدت والجهاز الفني كله سيد احمد المسؤوليه كبيره هو انت عارف تحس ان انت ما انت الاقرب للبطوله كنت انت الاحسن انت اللي اتظلمت انت فاقول لكابتن حسام جود لك بكره لعيبتك كلها زي بعض ما شاء الله عندك كوكبه من اللعيبه على مستوى واحد انت اضرب بحالتهم البدنيه ما حصلش اي حاجه انت بكره باذن الله هترفع رايه النادي الاهلي ورايه مصر كلها وبهدوءك اللي عودتنا عليه بتوفيقك باذن الله لعبت بالسيناريو بتاعك بالسيناريو الشارع الرياضي بالسيناريو بتاعنا باي حاجه اللعيبه بتاعتك اللي موجوده كلها تنفذ لك اي سيناريو حسام وجود لك ان شاء الله طيب يعني قبل برضه رساله كابتن جمال للجهاز الفني واللاعبين جمهور النادي الاهلي اللي انت شفته كابتن الله اول امبارح او قبل السفر الله يعني حقيقه مجلس اداره وجمهور قاعدين ولا حصل اي حاجه حسوا بالموقعه ان النادي الاهلي كان حق النادي الاهلي كان ليه السطوه خارجين يعني ولا همامه ان شاء الله هنعوض هناك وزي ما هقول هقولها كلمه اخرانيه ده جيم بكره مفتوح نهينا عن النتيجه الاولانيه احنا ان شاء الله احنا اللي عندنا البريفج بكره احنا اللي عندنا السطح الاسبقيه بكره هم اللي هيبقوا تعبانين لان النادي الاهلي لو جاب جون بكره هيعملوا مشاكل كبيره جدا هم حاسين ده هيحصل انا والله العظيم انا مش عشان حاجه بقول لك ان تونس كلها متوقعه بكره استحواذ النادي الاهلي على المباراه وان هو الاحسن شافوا الكلام ده في 2-2 وان شاء الله يشوفوه بكره وشافوه قبل كده مع برضه نفس الكلام من سنين في 2012 وفي الصفاقسي برضه كان محمد ابو تريكه يعني الحمد لله ربنا وفقه وجبنا الكاس من هناك وحسام بيعرف يقرا الملعب كويس يعني لا حسام كابتن حسام يعني بدري من المدربين طبعا كويس يعني جداً. مش بيبقى واخده الماتش في النتيجه وفي لا قاري ملعبه كويس وقاري لعيبته كويس وقاري التحركات كويس وبيعرف يعمل امتى التغيير وبيعرف يعمل فبكره عنده 90 دقيقة ان شاء الله بس يبقوا 90 دقيقة مش بقى لنا احنا كل ما نلعب ماتش يبقى 70 دقيقة او 60 دقيقة يروح مننا 20 دقيقة في الماتش اصابات ووقوع والكلام ده والحكام بتغبلنا يعني مفيش احنا بقى لنا ماتشات بنلعبها ما بتلعبهاش 90 دقيقة ماتشات شمال افريقيا بالذات بتبقى فيها متمرسين انا قاعد خبرات بعد الجول يا كابتن التعادل احنا جبت لك جول يقع لا يقع ايه احنا طبعا لعيب والحارس كذا مره قاعد جنبي قال لي نوت فير بلاي ذيس جيم ده حكم مش مظبوط عمل لي كده قال لي انا مش مبسوط راجل تونسي قاعد جنبي بيتفرج على الماتش انا مش مبسوط كابتن انا مش مبسوط ايه ده عمل كده الناس يعني واحنا وتونس شعب واحد نعتبر يعني وفكر واحد ما شاء الله في الكوره بالظبط ما فيش توفيق بكره يبقى جود لك لفريق الترجي باذن الله يكمل مشواره ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن شريف باذن الله ان شاء الله على شكل الماتش اللي فات باذن الله نتوفق احنا عايزين نلعب زي الماتش اللي فات ان شاء الله باذن الله ابسط شيء بقى نقدر نقوله يعني خاصه الشوط الثاني ادائنا يبقى زي الماتش اللي فات بدون اخطاء على غرار الشوط الثاني الماتش اللي فات واول تلت ساعه في الشوط الاولاني السلام عليكم السلام عليكم كابتن جمال رسالتك طبعا للجهاز الفني واللاعبين قبل مقاعد غدا ان شاء الله اعتقد ان هم بذلوا كل الجهد في الاسبوع اللي هو بعد المباراه على طول بعد يوم السبت اللي فات وعملوا اللي عليهم فعلا
ودعم الجمهور قوي جدا من النادي الاهلي مع دعم مجلس اداره مع دعم طبعا مصر كلها اللي بتحب النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي. اعتقد ان احنا نسال ربنا التوفيق فقط لا غير ان شاء الله خير، لان انا على يقين ان اللعيبه بكره هتبذل مجهود جبار وهيلعبوا بروح واصرار وقتال باسم مصر واسم النادي الاهلي، ودي سمه لعيبه النادي الاهلي. واعتقد ان النادي الاهلي شخصيته وشخصيه لعيبته بتبان في وقت الشده، واحنا اعتقد ان بكره ماتش صعب صعب جدا. ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله ونعمل نتيجه ايجابيه ونتاهل باذن الله. انا مش هحط توقعاتكم طبعا، هو تمني طبعا طبعا. انا عايز اقول كلمه اغنيه اللعيبه، متعوا نفسكم ومتعونا بكره وارجعوا ان شاء الله كسبانين. هو ده هو ده الصح كده، هو ده انزلوا متعوا كلاعب كوره، متع نفسك متع نفسك يا وليد ويا صالح، واختراقات وبتعدي وعبد الله والشوط العبوا بانسيابيه وراحه كده ان شاء الله هترجعوا بالماتش. شكرا كابتن جمال، شكرا كابتن فاروق جدا، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بكره بامر الله كابتن شريف. يعني شكرا كابتن فاروق والله يا بص انت قلت جمال من هديتنا النهارده في الاخر، قلت كلمه في يعني في الصمت عايزين متعونا في الجيم، وهي دي النتيجه تطلع زي ما تطلع ان شاء الله كابتن، كله مكتوب عند ربنا. وشكرا كابتن شريف، نورت. شكرا يا فندم، يا رب زي ما قال كابتن شريف كده اللاعبين لو هيمتعوا نفسهم بس طبعا بتركيز وباصرار وخوف على الفنانه الحمراء واسمها الكبير الموجود في قاره افريقيا، ويعني دايما احنا بنقول احنا النجمه التاسعه محتاجينها ان شاء الله تبقى موجوده بامر الله من خلال مباراه الغد، تبقى بدايه بقى بدايه ان شاء الله ان احنا نحصل عليها. مجهود كبير لازم اللعيبه تمشي فيه او تعمله بكره عشان توصل لهدفها، وهو هدف الرجوع للقاهره ببطاقه التاهل للدور قبل النهائي. بكمل معاكم طبعا بعد الفاصل مع كابتن ياسر ريان، طبعا كلامنا مستمر عن مباراه الغد فنياتها والمواقف اللي ممكن الكابتن ايضا ياسر واجهها مع النادي الاهلي في يعني هذه البطولات، وطبعا مواقف صعبه ممكن يكون واجهها مع النادي الاهلي. فاصل وارجع استقبل كابتن ياسر ريان.